فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. بعض الربطات على الشعر فعلا يعني بعضها مشكل على شكل شعر وهو ليس بواصل، لكن شكله من الشعر وهي ربطة يؤلف فيها الشعر، يدخل في ذلك؟ على كل حال يدخل في الوصل نعم، لكن الوصل بالشعر أشد ومحل إجماع، لكن وصله بالخرق هذا محل خلاف نعم، ولكن في الرواية هذه يدل على أنه ممنوع أيضا. وتغيير لونه داخل في النهي؟ ما لا شك في ذلك. ما شك. وتشقير الحاجبين؟ تغيير لونه بحيث يشبه شعور الكافرات لا شك إن هذا أشد، حتى يغير لون العيون الآن ما. يغير لون العيون فيجعلنا لون العيون مثل لون الشعر ومثل لون اللباس في شكل واحد، لأن الكافرات يفعلن هذا الشيء ويظهرن بالشاشات عينها كثوبها ومجلات الزي اللي يسمونها مجلات الزي، وهذا من التشبه الذي ابتليت به المسلمات. وكذلك الحواجب هذا محل لعن النامصة والمتنمصة، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين أو بعض شعر الحاجبين، كل هذا ملعون ثم فعلته بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن النامصة والمتنمصة كما لعن الواصلة والمستوصلة. نعم. يركبنا الآن نمصا مهجنا يعني يلون بحيث يخفى بعضه بلون وبعضه يضرب بلون، لا يعبث بالحواجب لا بلون ولا بنمص ولا غير ذلك، الحواجب تترك كما كانت.